الوحيد ورأس الحربة الأوحد باسيرو كومباري، ثلاث من التعاقد وخصم للنقاط، أي أجواء يدخل فيها موجود، لكن استقطاع الكرة رائع بالنسبة للدفاع الاتحاد الفلسطيني الخارجي حاليا في بطولة الأبطال. كرة في منتصف الملعب، تصادم حاضر وخطأ في منتصف الميدان من الدفاع، كتبوا 22,000 محارب يوم الأحد. كرة وصلت زياد يشوت، الله كان ما تتنبوش توا، وقتاش باش تتنبو؟ في فبراير الماضي في دوري الموسم الماضي انتهت 0-0، وقوع على أرضية الملعب، حكم المباراة يقول ما فيها شيء، انطلاقة، انفراد، هدف أول ممكن، جول 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 في هذه المباراة. الحديث عن الياسر الناصر لعبة الكرة من خلف المدافعين، وبالتالي أتى هو بالانفراد بحارس المرمى عاطم الخيري، كسر مود، يسعون للوصول إلى المرمى، تبعد الكرة من الصغراوي، تمريرات في منتصف الملعب، شوف التحرك قادم في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول. علاء بن رمضان بالنسبة لي مهاجمين النادي الأفريقي في حالة التقدم حق المباراة يقول ما فيها شيء، من نهاية الهدف خاض الأفريقي الاستعداد لهذا الموسم، هذه أول مباراة له بجمهور ينتظر إمكانية إحراز الهدف في شوط المباراة الثاني. تمريرات بفخر كبير بالنسبة لجماهيره على ما قدمه في هذه المباراة، حتى اللحظة ما زال بها الكرة تبعد بالرأس، ما زالت قائمة، صراع على حدود المنطقة. تبشر الاتحاد النادي الفلسطيني داخل منطقة الجزاء، التمرير كورة إلى موسيس جانبية الكورة، أمامكم مع الصورة موسيس أوركوما الباهي، أضرب بالرأس زيادة المشموم، ياخذها الكورة، ترجع لموسيس أوركوما، أوركوما عملية فنية وتم الجد من زيادة الزر من صوت الحكم، كوما يربح المقدمة، هي الإعادة، تعبير كورة، لقطة فنية من فيت العربوي إلى كوتو يضرب الرأس. لاعب نادي حمل كرة ترجع من موسيس أوركوما، كرة دي يعني رح ينفذ رمية من التماس، ترجع بالرأس الكرة إلى موسيس أوركوما، موسيس في الجولة الفرد عليه نادي الشبة، هدفين مقطعين من عمل مبذول موسيس ربيع أبو سيد هجوميا، هجوم نادي حمل بتعرض لإصابة وتغيير اضطراري قاميه المدرب حاتم الميساوي، أسبقية واحدة بلاش لحد الآن. مشاهدي الكرة أبو بكر السانكاري، كرة غيثم الصغير إلى مارسلان كوكو، زياد المشموم يرفع لموسيس أوركوما إلى أوكوتو، أوكوتو كورة إلى زياد المشموم، ترجع من غيثم الصغير من جديد، موسيس أوركوما، أوركوما إلى حكيم أرقا، حكيم أرقا ركنية لصالح الاتحاد ومقطوعة مرة أولى، ثم بمجاد جانبية، جانبية الكورة من موسيس أوركوما، قوية الكورة كانت الكورة من النيجيري طيحها أمامكم على الصورة، هي الإعادة يا سجلاس، كورة ناجعة بالدفاع دوسيا فال من موسيس أوركوما، مرت بجرم ضربة مصيبات يعني الكورة تغت، ترجع لموسيس أوركوما، كورة من موسيس تتلم العافية لمسة، ترجع للدفاع مثلا كوكو يعني موسيس أوركوما، أوركوما استنيت على الكورة تمشي لمريان أكبادو، وخطير وكوكو خطير إلى علي العامري، إلى موسيس أوركوما، أوركوما إلى علي العامري، عامري داخل منطقة الجزاء، خطيرة هذه كورة، هدف مقابل صفر أمام الاتحاد الرياضي الفلسطيني، ترجع موسيس إلى الجزائري، ونذكر بغياب إيهاب المباركي اللي اليوم يستوفي العقوبة، زوز مقابلات عقوبة بالنظر للإمكانيات اللي ظهر بها الاتحاد الرياضي المنستيري هذا الموسم رفقي، وكذلك مرحبا مرتبا ثانية اتحاد عمل موسم متميز إلى حد الآن، وإلى المحاولات موجودة هذا المشموم بعد الظهور هجوميا يظهر دفاعيا، الشابي يريد إيجاد الوصفة للوصول إلى مرمى بن شريفية، أكيد التغييرات القادمة وزوز تغييرات، إذا كان الأسعد الشابي عمل زوز تغييرات في دفعة واحدة ننتظر تغييرات المحيسي
رياسة النجلاسي قدامه فوسيني كوليباري. الكرة الثانية لموساسر رجع الكرة السامحة لدربالي والدفاع الاتحاد الرياضي المنسيري رجع الكرة. كان بلال بن ساحة كرة من موساسر كوما إلى سيئة المشموم النيجيري أوركوما يبدل على اليمين إلى دريس المحير سيبيتة الأبطال تقريبا 37 في قلاب. هذا الشوط الثاني مباراة يعني في البطولة كأفضل هجوم هذه الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري. أرجع موساسر كوما ليكبتو محترف الأولى لموسم 2019-2020 وأول فرصة تستحق المباراة هذه أمامكم الكرة والتسديدة تنتهي بقيم كبيرين. الاتحاد الرياضي المنستيري يهاجم حاليا على اليمين والنادي الرياضي يستغل هذه فرصة أخرى للاتحاد الرياضي المنستيري وفرصة للاتحاد الأسود بطبيعة الحال. لكن على كل أنه ثم مرات التشابه بين اللونين الأسود والأزرق وهذه فرصة أخرى للاتحاد الرياضي المنستيري. المثلوثي الظهير الأيمن وقائد فريق النادي الرياضي الفارسي تبقى الكورة للاتحاد الرياضي المنستيري. موزيس دوكوما ايري ضربة المخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري تابع مرة أخرى في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي وأوكوتو مرة أولى ثم علي العمري أو موزيس دوكوما وتسديدة تنتهي بضربة في ركنيات للاتحاد الرياضي المنستيري ويتدخل بشير بن سعيد مرة أولى ثم مرة ثانية تخرج الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري الياس فيري الياس الجلاسي مرة أخرى تبقى الكرة إلى موزيس أوركوما والأول. ترجع الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي إلى حسام الصفاقسي ما تمش تسلم. ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري اندفاع كبير في ضربة المخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري أوركوما موزيس أوركوما أمام أيمن الحمزي وتعود الكرة موزيس أوركوما إلى حديث تتحدث عن الملاعب لكن ملعب. ترجع الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي علاء المرزوقي على المرزوقي مرة أولى ثم مرة ثانية وتعود الجزائري في التنفيذ ويتدخل الدفاع مرة أولى ثم مرة ثانية وتخرج الكرة. ترجع الكرة ما تبقاش تسلل هذا هجوم من ركن على أتين زهير ترجع على الكرة لأوكبوتو أوكبوتو عند الكرة أوتوني بن عربي إلى ماهر الحناشي مقطوعة من مذكري الغيني كان أهل النجم الرياضي ساحلي وفاز 7 أهداف كرة من المثناني كرة لداروين غونزاليس البنزويلي داروين غونزاليس يقطع موزيس أوركوما أوركوما ياسر جلاسي لأوكي كريم العريب كرة من صغراوي محمد ترجع لموزيس أوركوما 20 من هذا الشوط الثاني. ترجع لبشير بن سعيد بن فوكسي يخرجها البشير بن سعيد ترجع الكرة المرتدة موزيس أوركوما أوركوما لأنطوني أوكبوتو 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 التمهيد تنفر عند الكرة حب يوزع على كريم العريبي ويدخل موزيس أوركوما خرج الكرة إلى علي يا مور يانيس يانيس داف كرة لفراس بن عربي مقطوعة الكرة من موزيس أوركوما 0-0 بين النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المصري. زياد بوغاتاس سيير بوغاتاس يوزع موجود موزيس أوركوما أوركوما إلى اسكندر العقربي في مليمترية في اتجاه اللاعب أوكبوتو العودة أوكبوتو أوكبوتو يلعب مع موزيس أوركوما اللي يسجل لسي اللي يسجل لكن الاتحاد من قردين واقف كما يجب بعد هدف النيجيري أنطوني أوكبوتو والتوقيت يمر إلى حد الآن الاتحاد من قردين لعب الكرة ترجع من جديد 27 دقيقة لعب إلى مثل هذه الكرات كرة انتهت في ضربة مرمى. شوفوا أنطوني أوكبوتو
كيفاش خذا الكره ورجعها بسرعه. تقدم الوصف والتعليق، نعطيكم زاد فكره على المسيره المتميزه لسعد جرداشيبي. اوركوما موزيس اوركوما يطول ويبل يلعب الكره في اتجاه كوتو، لعب طلحه رزق ولكن تدخل الدفاع. موزيس اوركوما ما زالت الهجمه، كل فريق بادي بقى عليها. الشوط الاول 1-0 منذ ربع ساعه الاولى في المباراه. الاختيارات كالعادة متواصلة، زيد المشموم يصعد كالعادة يلعب مع موزيس اوركوما. الحكم يقول معبية للجانب اللي كانوا يلعب ينشطوا في ليبيا بالخصوص، كما اوركوما كما عدد كبير زاد طلحت يعني شموم. ما زالت العملية، حسام تقى لعب الشاب، حسام يلعب مرة أخرى ولا خميس راح بثمانية يمشي إلى بنك احتياط الاتحاد المنسيري. المعوض هو علي العمري، رجعت الكورة لأبناء الاتحاد الملقية لأبناء المنسير. منذ الشوط الأول من المباراة ما زال محافظ عليها إلى حد الآن توازنك المنسيري. مزيد ننتظر نتيجتها لما تقع الكرة. ما زالت المنسيرية عند اللاعب علي العمري. موزيس اوركوما يحاول صحات، لاعب ذكي جدا متفاهم مع ياسر الجلاسي. اوركوما يأتي من الخلف مرة بن حسن في اتجاه باتريك لوا لوا، كل الطرق مغلقة لمرمى الحارس بشير بن سعيد. هذا كبوتو، كبوتو يهرب من سفيان. ترجع من الدفاع الشبيبة، سنتبقى للاتحاد المنسيري والطاقة مرة أخرى بين أخذ ورد. كانت المقابلة تكون مفتوحة على كل الاحتمالات، يعني الفريق جزء على هذا التفاعل. الكرة للشبيبة القيروانية أو ترجع للاتحاد المنسيري. أوركوما في اتجاه أنتوني، كبوتو سريع والحكم رمية التماس تتنفذ من فهم رمضان وتعود إلى الخلف. وإيغوري كما ذكرت، أوركوما يوزع في القائمة من خمس تسلل. علي العمري يا خوي مانويلك بادو إلى أوكبوتو، تبقى لموزيس أوركوما. أوركوما شوف التمريرة للعمري، علي علي يمشي الكرة إلى زياد مشموم. زياد مشموم إلى وسط الملعب إلى موزيس أوركوما. السيتي تعبر عن فرحتها بعد هدف زياد مشمول، والهجوم من جديد الى حارس مرماه سافر الخلفاوي. تبقى الكره للاتحاد الرياضي المنسيري. جلاس الياس، الياس يسدد، ترجع من الدفاع كانت قويه. هل الكره مزسر كوما مش متسلل على العمري. القيرواني جودوين، جودوين اوباتجي في اتجاه ياسين الصالحي. ياسين الصالحي ومزسر كوما سريع، والمخالفه خليفه لصالح الشبيبة القيروانية. وتبدو البطاقة فاوي في المرمى. 2 حمزة الرابع 17، أسامة الرمضاني 22، بلال بن إبراهيم 4، أحمد عمار أنتوني أوكوتو، والثانية فهمي بن رمضان اللي كانت من بسكون. لكن يبقى الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. موزيس أوركوما، موزيس أوركوما في الدائرة المركزية لوسط الميدان. التمرير ولو انه المساعد الاول يكون التماس لصالح الشبيبه الرياضيه القيروانيه، وموزيس اوركوما يلقى على ارضيه تقطع من جديد بسرعه. تمشي الكوره ياسر جلاس، تظفر ضده مخالفه، مخالفه نفسي حتى ولو تكون عفويه، بينما المدافع لا تغتفر. مكاري مكاري 1-2 موزيس، موزيس شوف ما يخسرش الكوره بسهوله هذا اللاعب. الكرة بسرعة، خذ في يد المنسيري ينجم يسجل الهدف الثالث باعتبار عدد الفرص في هذه الدقائق. الكرة الامتلاك لصالح المحلي ما السابع على الشبيبة الرياضية القيروانية، وهذا ليس بمصادفة من ناحية أن الاتحاد المنسيري هو فريق متوازن، فريق يعني مسيرته يرجع بالكرة الصغراوي في اتجاه موزيس أوركوما. موزيس أوركوما ترجع له الكرة من جديد، يطول موزيس في اتجاه علي العمري. عرضية لفادي العرفاوي، موزيس أوركوما لفادي عبد الحليم الدراج يوسوفا، يوسوفا بنكي يتفوق عليه موزيس في اتجاه ياسر جلاس. ياسر قصيرة مع العنلي عزياد في اتجاه يوسوفا، أسبق منه موزيس أوركوما ثم جيب دراجي قدمه مشموم. دراجي محاولة المرور، موزيس أوركوما ويحط زل هجوم لصالح النادي البنزرت. يوسف بنكي محاولة التوغل، ممتاز موزيس أوركوما
موزيس أركم بوسنين علي المشاني هتان البراتي فهمي المعواني يوسف فان بنجي عبد الحليم الدراجي زياد العنلي حسام الحباسي في المنستير مدرب اسكندر القصري كرة لصالح الاتحاد ويربح المخالفة أكبادو يربح المخالفة في حواره الثنائي مع يوسف فان بنجي ضربة المخالفة لصالح الاتحاد الذي منستيري كالعادة كالعادة الياس جلاسي في التنفيذ وتغيير أول قادم في تشكيلة النادي المنزرتي من حسام الدقاء حسام الدقاء ترجع له كرة من جديد هاتان البراتلي جابرييل كاك في محاولة المرور وثم موسيس في اتجاه محمد رمضان على صدارة الترتيب اللي طبعا موجود فيها منذ بداية المرح النادي المنزرتي في عمق دفاع الاتحاد تخرج من موسيس الأول عن طريق أكبوتو كرة لصالح الاتحاد الذي منزل ممتازة ممتازة لكن الانطباعات الممتازة كرة لصالح الاتحاد الذي منستيري موزيس موزيس أوركومان إلى وسام بوسنينة متابعة من موزيس ممتازة الترويض من موزيس إلى محمد لحبيبي يكن تتقص من موزيس حسام في المسجلين اليوم وكرة ترجع لصالح النادي الاتحاد الذي منستيري موزيس فهمي بن رمضان فهمي حكم أسامة بن إسحاق تبقى الكرة للاتحاد الذي منستيري من موزيس أوركومان موزيس أوركوما والمراوغة زياد المشموم قائد الفريق يلعب الكرة تتعدى مباشرة لموزيس أوركوما ثم الكرة طويلة في اتجاه اللاعب لاعب رقم 20 علاء الويل الظهير الأيمن لكن تحقق الكرة من جديد لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري كما قال رمزي عنده راحة إضافية في أسبوع بالمقارنة مع منافسه اليوم اليمين فادي العرفاوي العرفاوي وصل الكرة لموزيس أوركوما أوركوما ليوكبوتو يلعب 1-2 مع زياد القنية للاتحاد الرياضي المنستيري عالية في مناطق الجزاء رأسية أولى وتأتي صافرة الحكم برنشت اليسرى قاعد يقلق في الدفاع المنتقل لمسلمان وتتعدى الكرة ممتازة موزيس أوركوما يعمل المراوغة داخل منطقة الجزاء ويدخل الدفاع عند التوزيع ترجع الكرة أكبادو موزيس أوركوما موزيس يلعب الكرة على اليمين كما زياد المشروع قائد الفريق يعمل المراوغة يحاول يحمي الكرة كانت بتفقد الرقية ولكن ترجع من الدفاع تقريبا 5 دقائق رمزي على نهاية الشوط الأول 5 دقائق أخيرة ورا الدفاع تعود الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري موزيس أوركوما موزيس أوركوما أوركوما يتقدم للكرة يوصلها لعلي العمري قبل أن يلتحق بها زياد المشموم تقطع من دفاع المستقبل دي بسليمان عالية الكرة بن حمودة ما وصلتوش ترجع الاتحاد تعود الكرة من موزيس أوركوما تمشي لوك أكبدو يخرج من رمضان لكن متفطن بوشنيبا ترجع الكرة من جديد في وسط الميدان يخطر الاتحاد الرياضي المنستيري قاعد يضغط يخوف الكرة من المراوغة لكن تتفك له الكرة من بسيم تريكي وتعود لصالح الاتحاد ويلا بالنسبة لكرة القدم هذه كرة ترجع من دفاع مستقبل سليمان يعود ياخذها موزيس أوركوما ثم أكبدو وأسامة بن عياد أو محمد الصغراوي الصغراوي موزيس أوركوما موزيس أوركوما يفتح نحو فهمي برمضان على الجهة اليسرى فهمي برمضان ينتظر المسادة قدامه تيجان يانان يعود إلى موزيس أوركوما أوركوما لمحمد الصغراوي الرأس في مراولة تمشي للياس الجلاسي ومع بسام التريكي التريكي يقص الكرة الأولى ويقص عليه الثانية موزيس أوركوما ترجع الكرة الليلي كرة من زياد المشموم ترجع من جديد لموزيس أوركوما موزيس يلعب الكرة على اليسار وين موجود مقابلة على السعلاء يلعب 10 على 10 900 دقيقة يعني أكثر حدود في الحكم الفلسطيني وكذلك لصالح مستقبل سليمان ثم موزيس أوركوما تعود حمزة الديفي الكرة تعود من جديد عند أوركوما لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري هذا هو الإيقاع الروسي الجزائري محمد عطية اللي دخل منذ قليل اللاعب يعني اللي دخل منذ قليل في المشكلة